ازيكم يا مواليد برج الدلو؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم الاحد 31/7/2022. على الرغم من انك هتكون في مزاج كويس جدا النهارده في برجك، لازم تدفع لانتباه لصحتك اكتر في اليوم ده. اليوم يعتبر مناسب علشان تبتدي في نظام غذائي جديد. عندك لياقة بدنية، لازم تسيب كل عاداتك السيئة. هيبقى ممكن قدامك انك تتوقع كتير وانك تلبي بعض الناس النهاردة، هيبقى مثير جدا للاهتمام بالنسبة لي. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يواصل القمر عبوره لبرج العقرب لحد المساء في اليوم ده. ده هيجذبنا لتجارب كتيرة في تحولات فيها هتبقى مؤثرة جدا عاطفيا. هنسعى علشان نستكشف حقائق كتيرة ودوافع أعمق لينا. قمر العقرب النهاردة يعتبر شديد الانتباه، في حين انه مفيش حاجة سهلة النهاردة. هيكون في حاجات كتيرة لاستكشافها في طبقات مختلفة جدا من المواقف. هيكون يومنا ده مع قمر القوس مفعم جدا بالحيوية والمغامرة، لكن بعد ما يشجع القمر في القوس حيوية وحرية، الشمس هتبقى على وشك انها تكون علاقة ثنائية مع بلوتو النهاردة. هيمكننا ده اننا نتبع نهج استراتيجي مريح جدا في حياتنا.